حلقة كده ساخنة زي ما احنا بنقول، وهنبتديها بقرار من اتحاد كرة القدم بتعديل موعد استئناف الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس بدلا من 7. يعني كان المقرر ان هيبتدي الدوري يوم 7، وده اللي اعلن من الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن بعد التنسيق مع الجهات الامنيه ووفقا للارتباطات طبعا الجهات الامنيه بتامين انتخابات مجلس الشيوخ القادمه واللي مقرر لها يوم 11 و12 في نفس الشهر، تراقى طبعا بالتنسيق فما بين الاتحاد المصري لكره القدم والجهات الامنيه ان يعلن تقديم يوم انطلاق مسابقه الدوري 6 بدل 7، وكمان هيعلن جدول المباريات فور ورود الموافقات الامنيه المطلوبه. ومن جهته ده اللي اكده حسام اذناتي مدير مسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم، انه هيتم استئناف الدوري يوم 6 اغسطس بمباراه واحده من المؤجلات. نقطه مهمه جدا تاني، الخبر هنعيده مع حضراتكم، وهو ترحيل او تاجيل او تقديم عفوا تقديم موعد انطلاق الدوري العام المصري بدلا من يوم 7 إلى يوم 6، ده بالتنسيق مع الجهات الأمنية لارتباطاتها بانتخابات مجلس الشيوخ اللي هتقام يوم 11 و12. وحسام الزناتي صرح طبعا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، صرح وقال جداول الدوري هتبقى جاهزة حال وصول الموافقات الأمنية ليه. وكان كتير قوي بيسأل طب ليه الجداول ما وصلتش للأندية حتى الآن؟ ده عشان في إجراءات بتتم الأول قبل ما يبعت هو للأندية جدول المسابقات. انا قلت عن هيثم